عسلامة أيمن. عسلامة. أنا طارق خالد، تقني سيمي في السيارة الصناعية وصاحب مشروع داليدار اللي عنده تو أكثر من عام في المرشي. داليدار جات باش تحل مشكلة نعيشوها توانسة الكل كي نستحقوا ديباناج في ديارنا ولا حتى في زونتربريز نتاعنا. سوليسيون سامبل على الأخر، تدخل على البلاتفورم نتاعنا تختار السيرفيس اللي تستحقه، إلكتريسيتي، شوفاج ولا غيره. نبعثوا لك أن تكنيسيان فيريفي ويزيد نعطيوك استيماسيون دو بري أتونديير باش نحيو أي أرناك ولا غاشة تنجم تصير. أبار سا أي الانترفونسيون بعد ما تكمل عندنا غارونتي من داليدار أسيوري. دونك كان تحب نحكي لك كيفاش سوليسيون داليدار تنجم تبدل في حياة التوانسة، نتقابلوا ونحكي لك أكثر. برافو، يعطيك الصحة. ميرسي. كارني قلت له اللي نصلحوا اسانسورات. مش مشكلة، سيلش. اكسلون طهي، يلا ميلا نخلي وطهي صلح لنا الاسانسور وحنا نخرجوا بوز بوب. هنا راجعين.